السلام عليكم، كي دايرين؟ صحه لاباس ان شاء الله. اليوم غنخدمو upper body، يعني الدرع الفوقانيين. بقاو معايا بعد قليل. اوكي، ان شاء الله غنبداو هاد الحصه. هادي درتها خاصه بالناس اللي عايشين هنا في امريكان، هضرت بالامريكيه، اللغه الامريكيه، سو درتها ليكم نتوما خاصين. سو غنبداو دابا، غنحلو رجلينا وغنديرو دوره دائريه. نفس يديك على لي هونش ديالك وغنتحركو. دابا غنبدلو الجهه الاخرى اتجاه المعاكس. نفس ناو، غتمشي في الارض وغترجعي، تمشي. نحاولو نرجعو، نحاولو نسخنو البادي ديال الجسم ديالنا قبل ما نبداو. ان شاء الله غنستعمل الويت، يعني الوزن ما عندكش تستعمليه بلاش. دابا غنجيبو يدينا لقدام وندفعو، يدينا لقدام وندفعو. نفس، دابا غنضربو رجلينا اللور. يديك على لي هونش ديالك، نفس. دابا غنديرو رجل وحده لقدام وحده اللور، وغنحاولو نكحزو لي هونش ديالنا القدام. دابا غنديرو يدينا في الارض وغنهزو رجل اللورانيه. نفس، دابا نبدلو الجهه الاخرى. نفس الحركه اللي درناها في الاولى غنديرها في الثانيه. ناو غنهزو اللور، رجل اللور. دابا نحطو يدينا، نحاولو نديرو حنايا رجليك اللور وتزيري، نخدمو الظهر اللوراني وغترجعي من تشايلد بولز الكوبرا باش نستريتشيو. نفس، هاد الحركة مزيان الناس اللي عندهم مشكلة ديال الظهر. دابا ان شاء الله غنبداو. انا غندير هاد البنش، ما عندكش ديري معايا في الارض. سو غناخد الويت وغنبداو. هاد الحركات خاصه باليدين والصدر. الا عندك مشكله ديال اليدين والصدر، هذا هو الحصه خاصه. دابا شتو ظهري نيشان، رجليا جمعتهم، ودابا غندفع الفوق ونجيب لتحت. ما عندكش الويت غديري بلاش، تحاولي بلاش، ولا قرعة الماء، قرعة فيها الرملة، اللي عندك. ونفس الوقت خصك تنفسي، دفع وجر، دفع وجر. عاصم نفس، دفع جر. الحركة الثانية، دابا نمشي نجيب الويت شوية زايد اللي غنخدمو الترايسبس. سو يديك 90 درجة قدام، غتحاولي تهبطي الوزن لتحت ودفعي الفوق. ما بغيتكش الجسم ديالك يتحرك الا اليدين ديالك.
ادفع وتجيب ودفع. نفس وزير. دابا نشوف الحركة التالتة. غنديرو الويت حدا بعضياتهم وغنشدو وغندفعو باش نخدمو الصدر ديالنا. ندفع الفوق وجيب القدام. دفع الفوق نفس الوقت خصك تنفسي وزيري. دفع وجيب. دفع وجيب. نفس وزير. نفس مزيان. and دابا نرتاحوا 10 ديال الثواني وغنعاودوا نفس الحركه. درنا وحده وباقي جوج وغنعاودوا نفس الحركات. نعسوا على الظهر. الحاجه الوحيده اللي ما طرقت لهاش قبل ان ظهرك يكون نيشان مع الارض. الا كنتي في الارض نيشان زير. نفس ودفع. غتبداي تحسي بيديك عياو. منين تبداي تحسي بيديك عياو يعني راك انت خدامه داك الماسل يعني داك العضله. دابا نمشيو للحركه الثانيه. لور ودفع. يديك كتبقى ديما نيشان. الا بحال قلت لك هذيك الحركه بحال هكا ما ديريهاش. الحاجه الوحيده اللي كتحرك هما اليدين ديالك. ما عندكش الويت يعني الوزن ماشي مشكل تقدري ديري بلاش. نفس وزير. شوف بلاتي ديالها تايا ماشي مشكل. دابا غنمشيو الحركه الثالثه في الجروب. نيشان دفع فرد. زير ودفع. وخا تعيدك حاولي تدفعي راسك. حاولي تخدمي كتر. غتحسي بحال قلت لكم العضلة ديالك كضرك. ماشي مشكل ملي كتبدا تضر يعني راك انت خدامه داك العضل. 10 ثواني استراحه ما نطولش عليكم وغنعاودو نفس الحركات. نخليكم مع التمارين وما تنساش العزيمه هي كل شيء والاراده. نفس الحركات و دابا نخدمو الترايسبس. شويه عليك ما تجهديش براسك. بشويه بشويه بحال قلت لك الا ما قديتيش اليوم تكملي معايا ماشي مشكل. ديري شويه وغدا عاودي شويه وبعد غدا عاودي شويه حتى توصلي الجولز ديالك يعني البلاصه اللي بغيتي توصلي لها. هذه الحركه الاخيره. بحال قلت لكم اليوم تنخدموا اليدين و تشيست يعني الصدر. نسالينا ما تنسيش دير الحركات. ونتمنى هذه الحصه تكون عجبتكم ونتمنى تكونوا استفدتوا منها. وما تنسيش بارطاجي هذه مع احبابك وصحابك وشاركي معايا في القناه. يلا تهلاو في راسكم.